هذا وشهدت غرف العمليات التابعة للتمرين مشاركة مختلف الجهات الحكومية ذات الاختصاص، والتي أثبتت كفاءتها في التعامل مع مثل هذه الحوادث بكل مهنية. تمرين وطني هام جاء للتأكد من جاهزية مختلف الجهات الحكومية في التعامل مع حالات الانسكابات النفطية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك بهدف رفع كفاءاتها الإدارية والمهنية والتشغيلية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة لا قدر الله. احنا اليوم نعيش في ظروف اعتقد يجب ان احنا نكون جاهزين لأي انسكاب نفطي. الوضع متوتر، الوضع اليوم في المنطقة يحتاج ان احنا نكون جاهزين لأي نوع من انواع الانسكابات النفطية، وقد حصلت في كذا مكان سواء في الخليج او في البحر الاحمر. الجاهزية، ونتأكد ان مملكة البحرين جميع الاجهزة الرسمية على جاهزية مع التعامل مع انسكاب نفطي، كان هو الدافع الرئيسي ان احنا نقوم بالتمرين اليوم. الاخوان في الداخلية والاخوان في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والاخوان في الموانئ خصوصا والمجلس الاعلى للبيئة كان لهم الدور الرئيسي مع الثروة السمكية انهم يقودون الكوماند تيم للتعامل مع الانسكاب النفطي. لانجاح هذا التمرين يجب علينا في الحقيقة ان نتعاون بشكل مشترك لتحقيق الاهداف المرجوة من التمرين. لو قدر الله صار طبعا هذه النوعية من الانسكابات النفطية، أي بمعنى أننا نحتاج إلى هذه الأعمال المتكاملة لإنجاح احتواء الحدث، ولا يخفى على الجميع بأن طبعا الانسكابات النفطية تحتاج إلى مثلا عمل متقن يجمع جميع المكونات تحت ظل استراتيجية واضحة، هدف واضح، ألا وهو عودة الأوضاع إلى يعني طبيعتها. تضافر الجهود الوطنية في التعامل مع فرضية حادثة الانسكاب في مياهنا الإقليمية أكد مدى جاهزية هذه الجهات في التنسيق ما بينها وجهودها وتوجيهها ضمن آليات وطنية وخطط شاملة تعمل جنبا إلى جنب لحماية البيئة من آثار مثل هذه الحوادث. مشاركتنا في هاي الحدث جدا مهم، أساس إحنا نعرف دورنا كوزارة الصحة مدى يعني جاهزيتنا لخطة الطوارئ الوطنية، أساس نعرف شلون تواصل مع باقي الوزارات وباقي الإدارات. فإحنا خذينا حين فكرة بسيطة الأشياء اللي هي ناقصتنا كوزارة الصحة في الكوميونيكيشنز أو الاتصال بيننا وبين الوزارات الثانية. والله هذا التمرين كان شيء جيد، بحيث أن أضاف لنا أن نعرف مدى استعدادنا في المشاركة في مثل هذا الحدث زين اللي هو الانسكابة النفطية، ومدى جاهزية مملكة البحرين كجهات المعنية وشؤون الأشغال في الأشياء اللي تطلب منها، اللي هو توفير المعدات الثقيلة اللازمة لهذا التمرين والموارد البشرية اللازمة من عمال ومهندسين لتقديم الرأي الفني. التعاون والتفاهم بين الجهود الأمنية ووزارات الدولة ذات الاختصاص أظهر الاستعداد والجاهزية التامة للأداء بمهامها المناطة بها، علاوة على جاهزيتها التقنية والفنية والرقابية لتكون دائما على أهبة الاستعداد. تمرين حي على فرضية انسكابات نفطية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين نفذته عدد من الجهات المختصة في المملكة أظهر بجلاء مدى جاهزيتها وجاهزية منتسبيها كذلك في التعامل مع مثل هذه الحالات لا قدر الله. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.